ألواء أركان حرب عصام الخولي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يحظى قطاع الصحة بدعم واهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، وهذا يتضح من حجم المنشآت الطبية التي تم افتتاحها باحتفالية الوجه البحري والدلتا من مدينة السادات. وفي هذا الإطار تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 54 منشأة طبية بمحافظات الوجه القبلي، 14 مستشفى منها 4 إنشاء جديد و40 وحدة صحية إنشاء جديد. شملت جميع محافظات الوجه القبلي: الفيوم 3 منشأة طبية، بني سويف 13، المنيا 8، أسيوط 2، سوهاج 6، قنا 9، الأقصر 7، أسوان 4، والوادي الجديد 2 منشأة طبية. تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 منشأة طبية، 11 مستشفى، و40 مركز وحدة صحية، وأهمها مستشفى أسوان العام بطاقة 157 سرير، 107 إقامة، و50 سرير نوعي، وخمس غرف عمليات. المرحلة الأولى من مستشفى بني سويف العام بطاقة 192 سرير، 135 سرير إقامة، و57 سرير نوعي، وثلاث غرف عمليات. وجاري إنشاء وتطوير عدد 3 مستشفى، أهمها مستشفى إسنا العام بطاقة 219 سرير، 162 سرير إقامة، 57 نوعي، 5 غرف عمليات. مستشفى العديسات العام بطاقة 81 سرير، 42 سرير إقامة، 39 سرير نوعي، 5 غرف عمليات. مستشفى بني سويف العام من المرحلة الثالثة 34 سرير حروق و4 غرف عمليات. واليوم سيتم افتتاح 2 مستشفى، مستشفى أرمنت المركزي، والمرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام. أما مستشفى أرمنت المركزي فتقع المستشفى بمحافظة الأقصر على مساحة 3.5 فدان، بطاقة إجمالية 212 سرير. يتكون مبنى المستشفى من بدروم وأرضي وست دور متكرر بإجمالي مساحة أدوار 20,000 متر مربع. بتضم المستشفى 4 غرف عمليات وغرفة عمليات نساء وولادة، 112 سرير إقامة مرضى، 100 سرير نوعي منها 11 سرير إفاقة وتحضير، 29 سرير عناية مركزة، 21 كرسي غسيل كلوي، قسم الطوارئ، ويضم 9 سرير تحت الملاحظة، غرفة جبس، 6 سرير إنعاش، 4 مناظير جهاز هضمي، 7 سرير نساء وولادة، 12 حضانة أطفال، 15 عيادة خارجية عامة وتخصصية مزودة بمنظومة للحجز الإلكتروني. قسم الأشعة ويضم 5 غرف أشعة. قسم المعامل ويضم 4 معمل وبنك للدم. صيدلية مركزية. خدمات المستشفى تشمل كافتيريا، مطبخ، مغسلة، تعقيم مركزي. مناطق انتظار سيارات تسع 50 سيارة، بالإضافة إلى أعمال الطرق الداخلية وتنسيق الموقع. أما المشروع الثاني فهو المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام. بتقع المستشفى فندم على مساحة 10 فدان. صدر لها قرار إزالة وإعادة إنشاء بطاقة 272 سرير، وتكلفة 780 مليون جنيه في مدة 60 شهر. تم تكليف لجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمراجعة وتقييم منشآت المستشفى ودراسة إمكانية تنفيذ أعمال إصلاح وترميم للمنشآت بدلا من إزالتها وإعادة إنشائها ترشيدا للتكلفة المالية. بعد عمل الدراسات أوصت اللجنة بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم. وفي ظل هذه التوصيات واجهنا العديد من التحديات
التي أمكن التغلب عليها، أهمها عدم توقف الخدمة الطبية بالمستشفى أثناء أعمال التطوير، وذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى باستمرار تقديم الخدمة الطبية في كافة الأقسام. عدم توفر الفراغات اللازمة لتشغيل كافة التخصصات الطبية، لذا تم إضافة ملحق للمبنى الرئيسي بالمرحلة الأولى وإنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية بالمرحلة الثانية. الحفاظ على السلامة الإنشائية لمباني المستشفى وتكامل الشبكات والأنظمة أثناء مراحل التطوير. تم التخطيط لتنفيذ أعمال التطوير من خلال 4 مراحل. المرحلة الأولى التي تم افتتاحها في فبراير 2016 بطاقة 192 سرير و3 غرف عمليات، شملت رفع كفاءة وتدعيم الجناح الأول من المبنى الرئيسي بإجمالي 7800 متر مربع، وتضم 2 غرفة عمليات، قسم قسطرة القلب، 48 سرير عناية، 66 غرفة مرضى بإجمالي 135 سرير إقامة. أما المرحلة الثانية والتي سيتم افتتاحها اليوم بطاقة 80 سرير و48 عيادة عامة وتخصصية ومركز علاج الفيروسات الكبدية، شملت رفع كفاءة وتدعيم الجناح الثاني من المبنى الرئيسي بإجمالي 21,000 متر مربع، وبيضم 24 سرير إقامة مرضى. وتم استغلال بعض الفراغات كقسم مؤقت لحضانات الأطفال بإجمالي 56 حضانة، قسم للتعقيم المركزي، المنطقة الإدارية بإجمالي 40 فراغ إداري، مبنى عيادات خارجية مكون من أرضي و2 دور مزود بمنظومة للحجز الإلكتروني، ويضم 16 عيادة بكل دور بإجمالي 48 عيادة عامة وتخصصية، بالإضافة إلى مركز علاج فيروسات كبدية. المرحلة الثالثة من تطوير مستشفى بني سويفي العام والجاري تنفيذها حاليا بطاقة 34 سرير و4 غرف عمليات. أما المرحلة الرابعة مخطط البيض في تنفيذها فور نهو أعمال المرحلة الثالثة بطاقة 255 سرير و5 غرف عمليات، وبذلك تصل الطاقة الإجمالية للمستشفى بعد التطوير إلى 500 سرير و12 غرفة عمليات و48 عيادة. أستاذ سيادتك يا فندم، في افتتاح مستشفى أرمنت المركزي بمحافظة الأقصر، رائد مقاتل محمد سامي خليفة. تفضل يا شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.